حاول اليوم ان يقوم بالتفاف عبر قوه من قوه من لواء جولاني او الايجوبت من خلال محور مارون الراس، لكن من جهه يارون، لكن المقاومه كانت بالمرصاد. المقاومون يستعملون ويستخدمون الخطط الموضوعه بشكل جيد، يستخدمون الى الان الوحدات التي هي على الحد الامامي للجبهه. الى الان قوات الرضوان لم تتدخل، انها في النسق الخلفي وهي تنتظر حتى تلتحم مع هذا العدو. هذا العدو يقوم اليوم بمحاولات دخول او اختراق لالتماس ثغرات على الحد الامامي من اجل وضع راس جسر لتمرير النسق الاول من الهجوم حتى يستطيع ان يفتح الجبهه ويكون داخل الاراضي اللبنانيه. لكن الى الان لم يستطع، لان المعركه السفريه في الجنوب اللبناني تختلف عن المعركة السفرية في غزة. المعركة السفرية في الجنوب اللبناني هي من 100 متر حتى 10 كيلومتر، وهي المدى المجدي للكورنت ولكافة أنواع الميمدال التي تمتلكها المقاومة.